ثم قال ابن الأثير: ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام، ولقد بني الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم، منها هؤلاء التتر قبحهم الله، أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالى. ومنها خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام، وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها، وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم، وقد ذكرناه سنة 1400. ومنها أن الذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول، الذي سلم من المغول من التتار وسلم من الفرنج ماذا بهم؟ يتقاتلون فيما بينهم. يقول ومنها هذا يقول ابتلاء آخر، ومنها الذي سلم من هاتين الطائفتين أي من التتار والفرنج فالسيف بينهم بين المسلمين بين من سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق، فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال، فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع. يقول التتر استقام لهم الأمر لعدم وجود المانع، لا يوجد مانع لو وقف هؤلاء السلاطين الإسلاميين المرتزقة القتلة الخونة، لو اتحدوا لو وقفوا لو تركوا التقاتل فيما بينهم ووقفوا بوجه التتار لما تمكن التتار من غزو بلاد الإسلام، فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع. وسبب عدمه ما هو السبب؟ يقول وسبب عدمه أن خوارزم شاه محمدا كان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم، وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها، فلما انهزم منهم لم يبق في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها. أقول هل القوة في الوحدة أو في التفرقة والتشرذم؟ الجواب واضح، لكن السياسة الفاشلة والفساد والإفساد وأعمال السلب والنهب وقتل الأبرياء والإبادات الجماعية التي ارتكبها خوارزم بحق الشعوب الإسلامية أنفسها وبلدانها وحكامها فلم تبقي له صاحبا ولا ناصرا، ومع السياسة والإدارة الفاشلة إدارة اللصوصية والسرقات والسلب والنهب، فبكل تأكيد سيكون الطريق سهلا وميسرا وأمينا وآمنا للتتار لغزو بلاد المسلمين.